لو سمحتي. امري مدام. شايله الاستاذ. بامرك استاذ. عفوا شكرا. بصراحة استاذ زهير انا كثير انبسطت اليوم لما سمعت صوتك. شكرا مدام، هذا من ذوقك. واحد شاي. شو شايف العينتين؟ لما قلت لك ما كنت تصدقي. ايه بلا كتر حكي، مشي الطلب بسرعة. شو رأيك حط له زنجبيل؟ جاي تتفقس علي هلا؟ روح من وشي. خلص خلص، دقيقة بتكون جاهزة. بالأول أنا حابة أعرفك عن حالي. أنا سوسن، مديرة شركة نيو ستايل للإنتاج الفني، وهذا كرتي. أهلا وسهلا مدام، تشرفنا. تفضل أستاذ. شكرا. تريدي شيء ثاني؟ سلامتك. أمريني مدام. الحقيقة أنا صار لي فترة عم بتردد لهون لحتى أسمعك، وحابة يصير في بيناتنا تعاون. إي على راسي مدام، هذا الشيء بيسعدني، بس عفوا يعني شو طبيعة التعاون؟ أستاذ زهير، نحن شركة مهتمة باستقطاب الأصوات العربية الأصيلة، مثل ما أنك شايف اليوم العالم كلياته متجه للفاشن والموضة والموسيقى التكنو سريعة، ونحن اهتمامنا محصول لإطلاق المطربين الجداد، طبعاً اللي بيمتلكوا الصوت والموهبة، وأنت ما شاء الله عليك، صوت بجنن وعزف حلو وإحساس كتير عالي. الله يسلمك، هذا من ذوقك، بس عفواً يعني ممكن توضحي لي أكثر؟ طبعاً. نحن كشركة حابين نعمل معك عقد احتكار لمدة 5 سنوات، ونحن ملتزمين معك بإنتاج الأغاني لإلك والفيديو كليبات والحفلات، ونوزع لك إياها بالمحطات المهمة، بس بالأول بدنا نعمل برنامج فني غنائي لإطلاقك وإشهارك بالوطن العربي، يعني فيك تقول مسابقة. بس مدام أنا المشكلة. لا تخاف من شيء، نحن كشركة مهتمين بهاي المواضيع كلياتها، يعني الإطعام والإقامة وتكت السفر، في ناس مختصين رح يكونوا مشرفين على هذا الموضوع. بقى شو قلت؟ الحقيقة ما بعرف شو بدي اقول لك، فاجأتيني بالموضوع. خذ راحتك بالتفكير، أنا بكرة مسافرة على دبي باعتبار مقر الشركة هنيك، ورح أرجع بعد أسبوعين، أنت بتكون فكرت على مهلك وحسمت أمرك وبتخبرني شو بصير معك. الحقيقة ما بعرف شو بدي اقول لك، بس الموضوع مغري كثير. إن شاء الله بهمتك وبهمة الأصوات اللي مثلك رح نرجع للغنية العربية روحها وأصالتها. إن شاء الله. وحالياً بدك تسمح لي لو سمحتي. عفواً مدام، إذا مشان الحساب يعني ولو أنتم ضيوفنا خلص عندي. أوكي، عموماً كرتي صار معك وميرسي كتير. شكراً. فرصة سعيدة. أنا أسعد. شكراً شكراً شكراً، أهلا وسهلا، نورتونا. أهلين. إيه رغد، ممكن أعرف شو هذا اللي عم تساوي؟ شو عم ساوي؟ ما بعرف، بس شكلك عطيتيه وش على الآخر والله. مجدي، شو رأيك تنسى هذا الرقم من اليوم ورايح؟ أحسن إلك وإلي. لا ما حذرتي بنوب، مو على كيفك، وأنا بعرف ليش عم تعملي هيك، بس مشان تقهريني. لك أنا بس بدي أعرف شو عاجبك بهذا المصوفين. خلص بقى حاجتك مقاوحة.
تصبح على خير. رغد، رغد، ألو. صباح الخير أستاذي، شكرا كثير كثير لك. وأنت من أهله، الله معك. الله معك. ألو حبيبي، هلا اللي خلصت؟ ليكني بيتم الحارة، بدك جيب لك شيء معي؟ طيب حبيبتي يلا باي. كيف يعني فهمني؟ يعني المخلوقة حكت معي بشغل وقال هي مستعدة توقع معي عقد، بس ما أعطيتها جواب لسه. يعني متفكر بالقصة؟ بصراحة حبيبتي يعني الموضوع خرج الواحد يفكر فيه، بيستاهل. وشو مشاني ما فكرت فيني؟ لا يا حبيبتي، أنا مستحيل أتخذ أي قرار وأمشي أي خطوة إلا بعلمك وموافقتك ورضاك. كيف يعني ما رح تتخذ أي خطوة بدون موافقتي ورضاي؟ لك أنت ضحكتك كان الشبرين؟ حبيبتي عم بقول لك رزقه واجتنا. رزقه واجتنا؟ لك هي بس دبلت لك بعيونك كنت رح تمضي مع عقد احتكار، وانا الخدامه قاعده عم نزلكم شاي، وشو بدك استاذ وشو بدك مدام؟ والله ما عم بفهم عليكي، يعني بدك ياني ارفض عرض بيحلم فيه اي مطرب؟ حبيبتي هي دبي، بتعرفي شو يعني دبي؟ يعني مصاري، شهره، احلام. هلا ما عاد تعجبك البلد؟ مو عاجبني وضعي. معقولة واحد مثلي عايش بغرفة متر بمترين؟ لك الجردون ما بيعيش فيها. لا وحتى أجار هالغرفة بتطلع روحي لحتى أمنه. لك إلك أنتي ما فيني عم باخدك مشوار ولا جيب لك هدية. بعدين أنتي وضعك عاجبك؟ عم تنطي من طاولة لطاولة وتخدمي اللي بيسوى واللي ما بيسوى؟ طيب براحتك. نورا، لك نورا شبك نورا. أهلين حبيبي، معقول كل النهار ما بدي قلي لك يا زلمة غلط وبدي قلي تليفون واحد بس؟ حبيبتي اليوم كان الشغل لفوق راسي، يعني بتصدقي حتى أكل ما قدرت أكل. تعرف وأنا كمان جوعانة كتير، روح جيب لنا سندويشتين شاورما. شاورما؟ حبيبتي ليش الصبوحة ما لها طابخة شي؟ إي ما بدي أكل من أكل الصبوحة، جيب لنا سندويشتين شاورما. حبيبتي بتزعلي إذا بس اليوم ما جبت شاورما، حاسس رجلي مكسرين تكسير. شو يعني؟ يعني خلينا ناكلنا هيك سندويشتين لبني، شي خفيف هيك مع كاسة شاي. لا ما بدي، أنا بدي روح أجيب شاورما، أنت إذا بدك روح تسطح وريح وأنا بجيبهم وبرجع. يعني شاورما مصرة؟ إيه مصرة، أنت طلع ريح وبدل تيابك وأنا رح روح أجيب سندويشتين، وحدة إلي وحدة إلك. إن شاء الله بيقبرني هالوش، لكن ليكي خليه سأسقون منيحة. كمان، يعني بس برات البيت عاملة سي السيء؟ الله يسامحك شو بضلك زعلمتيني، لا تطولي. يا حبيبي وعم تشتغل لك انا شباب اخر زمان. نورس ما دخلك. لا يا سيدي دخلني، هي عم تضحك عليك هي. لك يا اخي خليها تضحك علي، انا مبسوط، انت شو اللي زعجك؟ انا ماني مبسوط، لك انت اخي وحيدي، هي مو ناقص غير تزحلط لك وتكب لك مي بارده. معلش انا قبلان، ما دخلك. تصطفر، قوم عملنا لقمة عشاء يلا. ما بدي قوم اعمل العشاء، مالك شايفني قاعد عم اشتغل؟ روح اعمل لحالك. لا يا سيدي بدك تقوم. نورس ما بدي قوم اعمل شيء، شو بدك مني بس فهمني. بدي مصلحتك، انا اخوك ومثل ابوك، بدي مصلحتك، عيب ولا حرام؟ يا مشان الله مصلحتي وبعرفها، انت يا ريت تلاقي مصلحتك. اه براحتك، كانت النصيحه وجمال بكره بتقول نورس قال، بس بعد شو؟ يا حسره، انا طالع اكل، جيب لك معي ولا لا؟ ما بدي شيء. ستين عمرك. نورا، نورا اسمعيني شوي. نورا حبيبتي بس افهمي علي، لا تضحينا بالشارع. نورا اسمعيني عم بقول لك.
ما بدي اسمع شيء. مو بدك تسافر على دبي تتهنى بناطحات السحاب؟ لك شو ناطحات سحاب؟ ما ناطحات سحاب، شو عم تحكي زهير؟ انت شو بدك مني؟ مو بدك تسافر، تفضل سافر. يا روحي يا حياتي، انا مستحيل سافر من دون رضاكي. هلا اذا بتقولي لي لا تسافر بلغي الفكره كلها. انت قاعد على مين عم تضحك؟ شكلك من هلا نجمت، والنجوم مثلك ما بشوفوا جرسونه مثلي. شو هالحكي هاد نورا؟ معقوله انا فكر هيك؟ بعدين شو المشكله؟ كل الناس بتسافر. لا مو كل الناس، لسه في ناس عايشه بهي البلد ومتحمله وصابره. ما اختلفنا يا روحي، بس شو المشكله اذا الواحد سافر له كم شهر يعني زبط وضعه ورجع؟ هاي سوسن شكلها اخذت لك عقلك. نورا كبري عقلك، معقول عم تغاري من سوسن؟ ها انا بدي غار من وحده مثل سوسن؟ طيب طالما هيك هدي شوي، هدي علي ببوس ايدك، شغلي مو مستاهله، كلها كم شهر وبرجع. لا كم شهر ولا كم يوم، انت اعملي اللي بدك اياه وانا بعمل اللي بدي اياه. بس يعني نورا، نورا ببوس ايدك اسمعيني شوي، لا تطحينا بالشارع. خلص لك نورا، انا بحبك. ما نورا إن شاء الله ما تبلى طقة الكعب يا أم اللول. كيفك نوراس؟ أهلين، شو شكله في دعم اليوم؟ شاورما تاكل؟ لا مو حاسب حسابي بعرف. لا يا زلمة والله في سندويشتين. لك لا لا عمزح معك، خلص ما بدي. لك عم قلك في هي أحلى سندويشة شاورما. شو؟ لبن عيران؟ إيه هاتي هاتي إذا في عيران. شاورما شو شكله أكل رامي ما؟ لا للي بيطلعوا من مصر. طيب خلص على راحتك، ما بدي بتحكي. شو كيف شغلك؟ انت نشوفك مذيعة على التلفزيون؟ على التلفزيون؟ ايه ما بتوقع. رقم وين؟ ولا شيء، رح خلي نورة تشوف لي شي شغلة بالمطعم، بلكي بجري لي كم كاسة كم صحن. اوف 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 اوف، وليش كل هالكآبة هاي؟ لا كآبة ولا شيء، هلا خلصني، انت شو في بينك وبين منال؟ لك مو صاير شيء، تنحتها وبتعرفيها. ايه بعرفها. مرحبا لول. اهلين جوج. كيفك؟ قوم نوراس عاوزك شوي. ماك شايفني عم بتضرب؟ لك هلا بعدين بتضرب، قوم عم قلك. احكي مع اخوك الكبير منيح. لك خلص شو بتحب اللعي، قوم خلصني. ان شاء الله دايما يا عمي. صحتين صحتين. 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 شو بدك؟ شو بدك؟ شو شو بدي احكيها قدام العالم؟ ليش دخلتك لجوا؟ اهلين نورا. نورا شبكي. نورا. حاكيني لا حبيبي، بدي حصتي من ورثة أمي وأبي، ولا شو ناوي تاكلن علي مثل ما بتاكلن على العالم؟ هدي هدي، لا تضوش. حصة شو اللي عم تحكي عنها؟ هنن قرشين صرفناهم من يوم ما أجينا على البيت، ولا نسيان أجار الغرفة وأكلك وشربك ومصروف جامعتك، ولا نفكر شغلك على الكمبيوتر هو اللي معيشك. نورس أنت أخي وما بدي أغلط فيك، عم قلك بدي المصاري لازميني. طيب ماشي، قلي شو لازمك لأعطيك؟ لك ليش هيك عم تحسسني كأنك عم تتحنن علي؟ مو انت اخذت المصاري وقلت لي وقت بدك ياهن انا بعطيك ياهن، وهي عم اقول لك بدي سافر ولازميني المصاري. شو ضحكت عليك تبع الديكور؟ اسمعوا لا جهاد، كلمتين مالهم تالت. مصاري الك عندي ما في، وفي 20 حيط بالبيت، شوف اللي بيعجبك وضرب راسك فيه. بدك نسافر سوا على عيني وراسي، اما انك تاخذ القرشين اللي مجمعينهم وتصرفهم على حبيبة القلب، هي بعيدة كثير عن اسنانك. عن اذنك. تخيلي ما عاد شاف قدامه، لحظة صرت أنا كرسونة. لك ما عاد اطلع فيني وهو قاعد على طاولته. طبعاً ما هو صاحب عقود واحتكار، وأنا شو؟ نورة الكرسونة. لا رأي، أنا ما عم صدق إنه هاد هو زهير اللي أنا حبيته. بلحظة بلحظة صار بني آدم تاني. كمان هو معه حق،
يعني إذا بده يضل على وضعه بحياته ما بيخطبك. لك أنا بحياتي ما طلبت منه شيء، بالعكس لك أنا تخانقت مع صاحب المطعم كرماله. لك يا حبيبتي يا نورة، إذا بده يضل عم يغني من مطعم لمطعم بحياتكم ما بتتجوزوا. تركي بلكي صح له من يسجل له شي غنية يطلع على دبي بعدين بيسحبك لعنده. أنا ما بدي أسافر، ما بدي، حاسسني قلبي إذا سافر رح يضيع مني. لك أنا هون مع سوسن وحدة ماني خلصانة، كيف هنيك في 100 سوسن؟ لا تزعلي مني نورة، هذا الحكي اسمه قلة ثقة بالنفس. لك شو دخل هذا الحكي بقلة الثقة بالنفس؟ لأنه أنت ما بدك تربطي للزلمة. إذا كان بيحبك ورايدك بحياته ما بيطلع بغيرك، بس إذا كان ما بيحبك خلص شو بدك فيه؟ أنت صبية وحلوة، في ألف مين بيتمناكي. بس أنا لا بس ولا شيء حبيبتي، عطي حالك فرصة قبل ما تعطيه له. أنت ليش هيك مستعجلة القصص؟ منولة، بعرف انه بعدك سهرانة، طلعي شوي اشتقت لك. منولة، بعرف انه بعدك سهرانة، طلعي شوي اشتقت لك. شو رأيك؟ يعني على اساس رأيي بيقدم او بيأخر؟ اذا بدك تشوفي شوفي حبيبتي، انت اللي بتقرري اي شيء بدك اياه. بعدين انا شايفه انه الزلمه بحبك كثير. روحي من وشياه، تضربي انت واللي بتاخذ رايك. منوله حاج، قلبك عم يعمل حقبق. ايه لا حبيبتي غلطانه كثير، انا رح اطلع اشوف شو بده، بس يعني هيك فضول مو اكثر. اه قلتي لي فضول. ايه ارتفي يلا بدنا ننام. ماشي يا منال، ما بدك تعبريني؟ نحن كشركة حابين نعمل معك عقد احتكار لمدة 5 سنوات، ونحن ملتزمين معك بإنتاج الأغاني لإلك والفيديو كليبات والحفلات، ونوزع لك إياها بالمحطات المهمة. بس بالأول بدنا نعمل برنامج فني غنائي لإطلاقك وإشهارك بالوطن العربي، يعني فيك تقول مسابقة. بقى شو قلت؟ شو قلت يعني؟ لك إمتى؟
إمتى بدهم يمروا هالأسبوعين بقى وترجعي؟ آخ يا الله، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. والله بدها تضحك لك الدنيا يا زهير. يا رب يا رب. صباح الخير. ثانيا تركت لك باب غرفتي مفتوح امبارح مشان اول ما تفيقي تفيقين. وثالثا ساويت لك فنجان قهوه كرمال الصلاه. شو بدي احكي؟ محامي وشاطر بالحكي. طيب عم بستناك، لا تطولي علي لانه عندي كثير حكي من جوات قلبي بدي اقول لك اياه. شوي ولاحقتك. لا تطولي، اشتقت لك كثير. ماشي. ليش منشفي وشك بوش الصبي؟ لك بعدين بحكي لك. لك ايه مبينه ما بدي احكي. شفتي لي كنزتي الصفرا؟ والله ما بعرف وينها. صباح الخير منال. صباح النور. فائت سيرين؟ لا والله لساتها نايمة، فيق لك ياها؟ لا خلص أنا بحاكيها، عزبتك معي يسلموا. لا ولو، سلام. الله معك. لك دخيل جماله الزعلان، بس حقك علي، نمت امبارح ما كنت حاسس على شيء، طب. يا عمي، بتعرف إني صايرة ما عم أفهم عليك؟ وليش يا روح ولرامي؟ بعرف، يعني يوم بحس انك بتحبني وطاهر عقلك فيني، ويوم تاني بحس انه انا اخر همك. والله معك حق، بس انت ما بتصدق قد عم بتعبي شغلي. يعني من محكمه لمحكمه، من مراجع لمراجع، طوابع، اوراق، اطلاع دراج، نزيل دراج، مكاتب، عم بهلك علي ضغط كثير كثير كثير، ما بتعرفي قد ايش شغلي صعب. معك حق، وانا بعرف انه شغلك صعب، بس على قليلة كنت. أنا أذنك بس تليفون ضروري من المكتب.
الو. صباحك ورد وفل وياسمين استاذه. كيفك اليوم؟ مشتاق لك، مشتاق لك كثير. رامي شو بدي اقول لك؟ انت بتأمري. انا اليوم وصلت بكير على المكتب فسوري ما قدرت امرق اخذك. ايه بدي اطلع على المحكمه مشان دعوى ارض صحنايا. ما بعرف في شيء كثير غريب بهي الدعوى. طيب بتحبي انا اجي معك استاذه؟ لا 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 ما في داعي. انت امتى طالع على المكتب؟ هلا شوي تاني. طيب ماشي خد وقتك. يلا بشوفك اليوم. امرك استاذه. كوني بخير. يلا باي. على دور الخبز. ها يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكي. شو وين الشباب؟ والله ما بعرف. موجودين صبوحه؟ موجودين. سعدتي صباحك. وصباحك. تعال شوف لساتك متخانق انت وخطيبتك؟ شو بعرفني اذا متخانقين ولا متصالحين؟ ما بتعرف لك عم مين بيعرف. صباح الخير. صباح. عملت سندويشات. تعال يسلموا ايديك. انا بالاذن يا جماعه عندي شغل ما رح اقدر افطر معكم. منال فرطيه بقى. عن جد مشغوله صبوحه بالاذن. شبها؟ اسألي وأنا رح أسألها. صباحو أم النوم. صباحو. تعي ناكل ساندويتش خلصينا. شو لففتي لنا؟ اللبنة وجبنة ومرتديلا. أعطيني واحدة على ذوقك تكون جبنة. صباحو أبو الروم. حضرت وما حضر وعجبك. تعالكم. صحاب النور وين لارا؟ هي جبنة بالغرفة. منيح لي رديتي. لارا؟ شو بكي انت ما صدقتي عم بحكي تليفون اختفيتي؟ خلصنا رامي. انا هاد الحكي ما بقى يعبي راسي. ها اي حكي؟ مو معقول يا استاذ كل ما بدك تحكي تليفون تروح تحكيه على جنب. ليش؟ شوفي شو صاير لك. شغل حبيبتي شغل. شو بدي اقعد احكي قدامك بشغلي؟ يلا عن اذنك انا تاخرت. يلا منروح سوا. باي يا جماعه. الله معك افوكادو. ما بتعرف امتى تصالح وامتى تخالف. صباح الخير. لك زعلان كله رضيان. صباح النور. اهلين. صباح النور. شو هالخيانه هي؟ ليش ما عزمتوني؟ هي وحده احتياطي. شو يا؟ كأنه رفيقتك مو حابة تشوفوا شنا عند الصبر؟ وأنا شو دخلني؟ لا يا كرمتنا لا، هاي كنت مفكرة تصف معي. يا حبيبي أنا ما بصف مع حدا، يلا بخاطبكم. الله معك. يا ستي هي ما بتدرس سينوغرافيا، هي بتدرس سمغرافيا. أي والله جبتها. أنا بورجي، لسه ما شاف شيء. شبنا منال؟ أنت من إمتى بتحكي بهذا المنطق؟ منطق المعارك والشبهات؟ نحن ناقصنا؟ ما بيكفي شبهات اللي برا؟ هذا واحد واطي، واطي يا صبوحة. ما بعرف شو بدي قلك. بتعرفي إنه كلكم ولادي وبحب حل لكم مشاكلكم بس ما بحب أتدخل بالتفاصيل. شبنا، امبارح كنتوا مضرب مثل بالحب. ما تحطي ببالك، دواء عندي. مصرة تحكي بهذا المنطق. تعاملي مع الموضوع بحكمة. يلا امشي نطلع لبرا. اطلعي انت، انا بلحقك بعد شوي. عن جد ماني قدراني اشوفه. ماشي. رقتي شوي. طيب حبيبتي يلا ناطرتك برا. لارا رامي خلص روح احكي تليفوناتك على كيفك. لك مو هيك القصة. رامي حاجة تلف وتدور علي، ما بدي اعلي صوتي بالشارع. اسمعيني، أنت غلطانة. ما بدي اسمعك، خلص أنت روح على شغلك وما حاكمك، أنا شوي بصير منيحة. لارا هيك أنت عم تحكميني غيابي. ما شاء الله حولك، لك خلص فهمنا أنك محامي. عم تتمسخري علي هلا. إيه عم اتمسخر، انبسطت؟ هذا اللي شاطرة فيه، تنكدي وتتمسخري علي. لك رامي فوق برادتك وإهمالك لسه عم تعطي علي؟ لك حبيبتي كل هاد عملتي لي إياه بس لأنه إجاني تليفون شغل؟ لك خليك واضح معي. لك ما أنا حبيبتي دائما واضح معك، بعدين أنتِ ليه عم تعلي صوتك علي بس لأني بحبك كثير؟ أنا تأخرت عن إذنك. يلا تفضلي. ألو
وين توفيق؟ أنا آسفة تأخرت عليك. ولا يهمك، أنا عم استناكي. شو بصوتك؟ لا تشغلي بالك، ما فيني شيء، أنا بخير. كأنك تعبان، أخذت دواء؟ إيه أخذته للدواء. على كل سهلة وبتروح. رغد أنا عم استناكي، بعدت لك حسام وبيكون ناطرك هلا قدام البيت، لا تتأخري علي. طيب أنا جاي، ما رح أتأخر، باي. الله معك. تفضل دكتور، تفضل. خير 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 خير. سلامتك سلامتك. شو امورنا؟ ما منيحه كانه السعله رح تذبحني ذبح يا حكيم. لحظه خليني اشوف لك صدرك واصلح ضغطك. يلا صباح الخير. مرحبا لارام. اهلين استاذ. شو بكي؟ متضايقة من شيء؟ لا استاذ ما في شيء. طيب تعالي تعالي. تفضلي. شو بكي؟ استاذ انا بدي اقدم استقالتي. ان شاء الله المحطة الجديدة. نو يعني انت بتعرف؟ حقيقة ما كنت بدي اقول لك، انا بعثت لك السي في اللي عندهم وللاسف اجى ما عرفت. استاذ يعني بتعرف وساكت؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني مو نهاية الدنيا، بتضل الواحد يجرب لحتى تزبط. استاذ قل لي الحقيقة، انا مو خرج اشتغل مذيعة يعني؟ لا مو هيك القصة، بالعكس نطقك سليم وطلتك حلوة. لكان شو القصة؟ صار لي من أول ما تخرجت وأنا ببعت السي في تبعي على المحطات وكلهم بيقولوا لي نفس الحكي، إنه أنا طلتي حلوة ونطقي سليم ووجهي بتحبه الكاميرا. بس منعتذر منك ورقمك عنا ومنحكي معك وضلي بعتي لنا شغلك، مو هيك؟ إيه مزبوط. تاخدي معي قهوة؟ أو شاكر بعت لنا اثنين قهوة على المكتب. هلا بنشرب قهوة وبنروق وبنحكي على مهنة. لارا أنت إعلامية، شخصيتك لازم تكون قوية، أنت بتقوي الناس وأنت بتفرضي الفكرة يلي بدك إياها وأنت بتعطي إنرجي. ماشي أستاذ. افرديها، خليني أشوف الابتسامة الحلوة. إيه سلمي. أهلين رغم. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين، تفضلي. طمنيني كيفه اليوم؟ إن شاء الله يكون منيح. ليكو ناطرك فوق، تفضلي لعنده. يلا طالع لعنده. مرحبا دكتور. أهلا. أهلا وسهلا. أهلين رغم. لا تخافي صرت أحسن أنا. الحكيم الله وكيلك ما قصر. ولو يا سيد توفيق، هذا واجبنا. بالعكس يا حكيم، أنت قلبك طيب ووشك رحماني. تسلم لي يا رب. هلأ أهم شيء بالمرحلة القادمة ما تجهد حالك أبدا. يلا بالإذن. وين رايح حكيم؟ خلينا نكسبك اليوم على الغداء. تسلم لي، مشغول كتير وإن شاء الله هيك فرصة تانية بتكون صرت أحسن فيها. ما بدي أتذكرك الدواء مواعيده وبدقة. ولا يهمك، هذا الأمر متكفلف فيه رغد، الله يرضى عليها. يلا على خير، دير بالك منيح على صحتك. ها ما بدنا نرجع على المستشفى؟ لا الله يرضى عليك، إلا المستشفى، خليني هون بالبيت أريح. يلا عليك العافية، إن شاء الله ما بنحتاج. الله يحفظك. الله يرضى عليك. مع السلامة حكيم. توفيق
خفت عليك كثير، شو صار لك؟ لا تخافي عيني، شوي لعب معي الضغط واجتني هاي السهلة، بس ان شاء الله عرطية. سلامتك. الله يسلمك، بدخيل الوش الحلو. انا هي اول مره بعمري بشوف الماس بيلبس الماس. خجلتني توفيق، يلا خلينا ناخذ الدواء. لارا لازم تعرفي الفرص دائما حوالينا، بس في ناس بتمرق الفرصه من قدامها وما بيشوفوها، لا وبتصرخ وبتنادي يا فلان انا فرصه، وفلان مانو دريان ولا عرفان انها فرصه. طيب وانا كيف بدي اعرف اذا هي الفرصه فرصتي او فرصه غيري؟ والله يا لارا اذا ضليتي عم تفكري بهي الطريقه بحياتك ما رح تحصلي على فرصتك. الفرصه ليلي بيقول هي فرصتي مو فرصه غيري، ليلي بيعرف من اين تؤكل الكتف. تؤكل الكتف؟ ايه الكتف والايدين والرجلين اذا بدك. شو فكرة الشغل رح يجي لعندك؟ استني لك لارا، بدي اسالك وما تواخذيني، ساندي بشو احسن منك؟ انت احكي. بالنشاط الاجتماعي؟ مو بس هيك. كان شو؟ ما انت قلت لي انه هي عندها علاقات اجتماعيه؟ مزبوط قلت لك، بس ما بكفي. لارا النشاط الاجتماعي بده حضور، بده كاريزما، بده تتلحلحي، تعرفي تتصرفي. والله على هالحاله يا استاذ شكلي رح دور على شغله غير هالشغله. شفتي؟ الياس اسهل شيء على الانسان، ما بده معاناه ولا تعب. بده وحده مثل زي حكايتك تستسلم للكآبه والبكي وتقعد تنضب حظها. لارا بدي اياك تفتحي عيونك منيح وتفتحي مخك منيح. شبنا فهمي علي مني. شريف خالص طلب 15؟ شو قال لهنتين طالع على دبي ايامه؟ انت شو خصك؟ لا خصني ولا شيء، بالعكس الله ييسر له، بس مشانك. كبر شانك. قوم طالعك معه ولا تركك هون؟ نورا راجع حساباتك، هذا زهير شغل حكي، فائس يعني. شايفك ساكتة، احكي. ما حكيت، شو بدي احكي؟ حكينا واتفقنا. لا حبيبتي قصدك حكينا بس ما اتفقنا. لا عيد لي قلبي يا جوج، قلت لك رح سافر من هون وابعث لك لم شمل من هون. لك بحياة اختك شو شايفتيني اجدب ولا شاطة ريالتي؟ كيف يعني بتسافري من هون وتبعتي لي لم شمل من هون؟ على أي أساس هذا الكلام يا سوس؟ على أساس إنه نحن متجوزين ولا في ورقة تثبت هذا الشيء؟ على أساس شو؟ على أساس إني أبوكي؟ يا الله شو دمك حامي؟ لك روق يا حبيبي يا قلبي روق، مين قال لك إني رح سافر قبل ما نكون كاتبين كتابنا رسمي؟ سيري لا تجنينيني، ها؟ عم أقول لك أنا ما معي مصاري ولا خرج أعمل عرس. أيوة ما معك مصاري ليش تعلق بنات الناس؟ هذا اللي طلع معك يا ست سيري؟ لك مجنون، ما بدي منك شيء. ما معك حق خواتم فضة؟ لك تنك، لك ذهب روسي، برازيلي، أي شيء، قبلانة. لك لا مو لهالدرجة يا بيبي، أنا حابب أعمل لك عرس مطنطان، لبسك هالفستان الأبيض وألبس أنا هالطقم الرسمي وأترسمن، وهالعالم حولي وحوالي صبوحة على يميني ونورس ومنال، وهالعالم فرحانة فينا، وجيب لك قالب جاتو 7-8 طوابق، ونقطع بهالسيف الدمشقي أنا وأنتي، وحس حالي بمسلسل تاريخي وطايرين هيك أنا وأنتي، يعني هيك بدي، بدنا ننبسط لك يا سوس. ايه ما صار شيء، انا موافقة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.